مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا واسبوع كمان جديد، يا رب تكونوا اتبسطتوا في الويك اند. النهاردة هنعمل حلقة تحفة. اولا طبعا هي حلقة شتوية، يعني بس الصنف التاني بقى، الصنف التاني بقى، يعني ايه كلكم بجد فعلا يعني هتحبوا جدا الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده، وهتبقى مفيده خصوصا للبنات اللي لسه متجوزين، للناس اللي ما بتعرفش تعمل محاشي كتير، لكل الكلام ده. النهارده هنعمل الكرنب بكل تفاصيله، هجيب لكم الكرومبه كده وهقطعها لكم بكذا طريقه، وازاي نسلقها وازاي ننقيها وازاي نعمل كل الخطوات اللي احنا دايما ما بنبقاش عارفينها. طبعا في ناس اساتذه في الموضوع ده، وفي ناس لحد مثلا يعني بقابل ناس حتى عندها 50 سنه و 60 سنه تقول لك انا عمري ما حشيت محشي، انا المحشي بجيبه يا جاهز ملفوف، يا بلاقي مثلا الناس تقول لي لا انا بجيبه من عند ماما، ماما بتجيبه لي طبق ملفوف جاهز وبسويه. النهارده هنحل الازمه دي خالص، هنسلق الكرومب وهقول لكم كذا طريقه للسلق وكذا طريقه لتقطيع الكرومب. لو انت اول مره تدخلي المطبخ خالص هيبقى سهل معاكي جدا. فطبعا معروف الكرومب الشتاء هو ده اللي بيدفي بقى القلب من جوه، يعني بينزل كده صباع المحشي بينزل في قلبنا مش بينزل في معدتنا. فالنهارده هنعمل الكرومب بكل تفاصيله من الالف للياء. قبل ما نعمل الكرومب وندخل في التفاصيل دي كلها، هنعمل مع بعض بس فراخ كده بصوص لطيف، بصوص البيستو، وبرده في نفس الوقت هنغير شويه في صوص البيستو. طبعا مش هنستخدم ولا جبنه بارميزان ولا اي سنوبر او اي كلام ده، هنستخدم بدايل هيبقى طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت غيرنا في طعم الفراخ اللي عندنا. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل على طول مع بعض. وقبل ما نشتغل ما تنسوش تكلمونا على ارقام التليفون اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وما تنسوش كمان ان كل الوصفات اللي من اول ما بدانا لحد دلوقتي موجوده على قناه اي تي سي على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. تعالوا نشوف مكونات الفراخ ونشتغل واحده واحده فيها مع بعض. عندي صدور فراخ، وعندي كمان نص كوبايه كريمه طهي، وينفع نبدلها، هقول لكم ممكن نبدلها بايه واحنا شغالين، ومعلقه كبيره من الزبده وملح وفلفل، والصوص بتاع البيستو هنستخدم طبعا هو بالريحان اساسي فيه، هنستخدم فيه سوداني بديل السنوبر او اي مكسرات احنا هنشتغل بيها، هنحط مكانها السوداني. وعندي كمان توم وجبنه شيدر وريحان، حزمتين كده ريحان فريش كده حلوين، وزيت زيتون وملح. تمام، تعالوا نقول تاني المقادير. عندي الفراخ بصوص البيستو، محتاجه صدور فراخ، ومحتاجه نص كوبايه من كريمه الطهي، وعندي كمان معلقه كبيره من الزبده وملح وفلفل وصوص البيستو، محتاجين سوداني، توم، جبنه شيدر، ريحان، زيت زيتون، ملح. تمام، عندي اول حاجه الطاسه على النار، هبدا ان انا اعمل الفراخ او اشوح الفراخ تشويحه كده في الزبده بالملح والفلفل بس من غير اي اضافات. هحط الزبده، احط كده مكعبين زبده كده حلوين، وبعد كده هبدا ان انا احط الفراخ طبعا مغسوله وزي الفل، هبدا احطها كده من غير اي توابل، هقول لكم هنعمل فيها ايه. حنين صباح الفل، ازيك يا حنين؟ ازيك يا حنين؟ ممكن اطلب منك طلب؟ وانا كمان بحبك، بس ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعيني اكتر. عايزه اشوف اسماء حبيبتي. انا سامعاكي، عايزه اشوف اسماء. ما انا سامعاكي، انت مش هتسمعيني غير لما توطي التلفزيون شويه. ممكن يا حنين؟ انا سامعاكي، وطي التلفزيون بس شويه صغيرين. تمام يا حنين، طب كلمينا تاني معلش. حاولوا دايما لما تكلمونا تبقى التلفزيون واطي عشان تعرفوا تسمعونا كويس. تمام اهو كده ابدا. طبعا بقى ايه الصدر على 2 على 3 على حسب ما انتوا تحبوا، انا كده تمام قوي هستكفي بدول على حسب الطاسه اللي عندنا. بصوا انا ما حطيتش اي بهارات، انا حطيت مكعب الزبده وبشوح صدور الفراخ وهحط عليها ملح وفلفل، خلاص كده. وخدوا بالكم بقى من موضوع الملح، ان احنا كمان الصوص اللي احنا هنعمله فيه ملح، فخدوا بالكم ان هو يعني ايه تبقوا معادلين الموضوع. هحط شويه فلفل اسود كده
مش هحط اي بهارات خالص. الصوص فيه حاجات كتير، عايزه الطعم بتاعها يبقى ظاهر، الثوم والريحان والجبنه والكلام ده كله، مش عايزه يعني احط بهارات اضيع الطعم اللي انا هحطه. تمام كده، بصوا اشوحها من ناحيتين بالشكل ده اهو، من الجنب ده ومن الجنب برضو تاني كده، وابدا برضو احط عليها شويه ملح وفلفل اسود كده برضو من الوش ده. وانا بحب شويه تاخد تحميره سنه، فهسيب الوش ده يتحمر شويه كده، برضو شويه فلفل اسود اهو، وشويه ملح بسيط خالص عشان انا هحط ملح في الصوص بتاعي اهو. تعالوا بقى في الكبه، هبدا ان انا احط اعمل الصوص بتاعي. احط الريحان الاول، هحط شويه سوداني. رودينا صباح الفل، وهحط الثوم كمان يا رودينا. استاذنكم توطوا التلفزيون عشان تسمعوني كويس. شكرا. الو، شكرا يا رودينا. استاذنكم يا جماعه بعد اذنكم توطوا التلفزيون عشان تسمعونا كويس. شكرا يا رودينا، حاولي تكلمينا تاني. بصوا، حطيت السوداني وحطيت كام فص ثوم كده، وهبدا ان انا افرمهم بس الاول قبل ما احط الريحان عشان اتاكد ان هم اتفرموا كويس. الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا كده بس ايه اركبهم كويس اهو. هبدأ أحط كمان عليهم. بصوا أنا فرمتهم كده بالشكل ده، الثوم مع السوداني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى نحط كمان عليهم شوية الجبنة. تمام، وشوية الريحان. ممكن نكبر الكبة أحسن، هاتلي يا إسلام الكبة الكبيرة معلش أهو. شوية ريحان كده، حزمتين فريش كده، هبدأ إن أنا اغسلهم واسيبهم ينشفوا شويه في اي مصفى، وبعد كده هقوم حطهم. بصوا الفراخ، هبص عليها بصه، بصوا شايفين انا عايزاها احمرت شويه اهي، عايزه من الجنبين يبقوا متحمرين كويس. احنا معانا تليفون؟ اوكي اهو. بصوا عايزه احمرها من الجنبين بملح وفلفل بس مع مكعب الزبده. الزبدة في التحمير بتديني نتيجة أفضل بصراحة من الزيت. شكرا. خدوا بقى، تعالوا بقى إيه، هنقل بس في الكبة كده الكبيرة. هحط الريحان والجبنة والثوم والسوداني اللي احنا فرمناه. تمام اهو، سوداني، ثوم، ريحان، جبنه بالشكل ده كده. هبدا احط بقيه الريحان. طبعا هو الصوص ده كله معتمد على طعم الريحان، ممكن تعملوه على فكره من غير اي نوع من المكسرات خالص. واحط بقيه الجبنه كده، واسيب شويه بس هزين بيهم. خلاص دول مش محتاجاهم. بالشكل ده، وهبدا بقى احط ايه شويه الملح، وبرده ممكن اظبط الملح بعد ما اخلص الصوص بتاعي، وهحط شويه من زيت الزيتون اهو. يبقى هنا حطيت ايه، حطيت ثوم، حطيت عليهم الجبنه، حطيت الريحان تمام، وعليهم كمان السوداني. السوداني ممكن تعملوه الصوص كله بالريحان بس لو انتم مش حابين تحطوا سوداني.
بصوا هقلب كده الشكل ده اهو، اديها تقليبه وانعمه شويه كمان. تمام انعمه خالص. هقلب كده في الفراخ. كده تمام قوي، كده خلطت الثوم مع الجبنه مع السوداني مع الريحان مع كل الكلام الحلو ده اهو، وهبدا بقى ايه احط الصوص بتاعي اهو على الفراخ بالشكل ده كده تمام، وهبدا افكه ايه بشويه ميه وشويه كريمه في الاخر. هجيب كده ميه اهو، شويه ميه كده مش كتير، انا بس شويه الميه دول اتاكد ان الفراخ عندي استوت، لان انا الصدر هنا مقطعاه على اتنين، فعايزه اتاكد ان كل الفراخ اللي عندي استوت اهو. الصوص كده هيدوب فيها بالشكل ده، واحط عليهم الكريمه واسيبهم بقى ايه يستووا. طب لو انا مش عايزه احط كريمه وعايزه احط حاجه بديله الكريمه، هقوم وانا بشوح الفراخ هقوم اعفرها بشويه دقيق، هعفر الفراخ بشويه دقيق، وبعد ما اعفر الفراخ بشويه دقيق هحمرهم كده في الزبده زي ما احنا عملنا، فهيديني تقل شويه ان الصوص لما اجي احط لبن او اي حاجه سايله شويه غير الكريمه هتديني تقل فيها. بصوا اهو كل الكلام ده كده هيدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه، والفراخ تستوي في الصوص بتاع البيستو الحلو ده. تمام، يبقى احنا بنعمل صوص البيستو، توم حطينا توم حطينا سوداني وحطينا ريحان وجبنه وشويه زيت زيتون وشويه ملح، خلاص ظبطنا كده الصوص نعمناه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه، وريحته فظيعه وطعمه كمان احلى. وبعد كده شوحنا الفراخ في شويه زبده في مكعب كده زبده من الوشين، وبعد كده هقوم حطاهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شفتوه. بعد كده حطيت شويه ميه وشويه كريمه، طب مش عايزه احط كريمه، هقوم معفره الصدور الفراخ اللي عندي بشويه دقيق في الاول خالص، واحط مكان الكريمه نص كوبايه من اللبن، مع اللبن مع الدقيق هيديني نفس مفعول الكريمه ونفس القوام. تمام، هسيبهم يغلوا غلوتين كده، الفراخ مش بتاخد وقت في السوى، وبعدين هطلع اقدمها على طول. معانا تليفون. سمر صباح الفل. صباح النور، ايه الاخبار؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير، على حضرتك. الحمد لله دايما يا رب حبيبتي دايما، الله يخليك. حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير إن شاء الله. هنعمل حلقات السنة الجديدة الأربع والخميس بإذن الله الجايين إن شاء الله. الله يخليك، صباح الجميل. أيه يا عم حضرتك إيه حبيبتي؟ كويسة كله زي الفل، طول ما أنا بسمع صوتكم كده زي الفل. عملتي الغداء بتاع النهاردة ولا لسه؟ والله النهاردة تعبانة جدا، موضوع الدور والغيني ده مخلي الناس كلها تعبانة. ألف سلامة حبيبتي عليكي، ده احنا نجيب الغداء ونجيلك. ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. شكرا يا حبيبتي، صباحك جميل، ألف سلامة حبيبتي عليكي. تمام، هوطي بقى عليها واسيب الفراخ كده تستوي، وسايبة شوية جبنة كده ايه هحطهم فوق الوش بعد ما اطلع الفراخ. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بقى بعد الفاصل نشتغل بقى براحتنا في الكرومب، وهقول لكم على كذا طريقة ازاي تسلقوه وازاي تنقوه، هنعمله كل تفاصيله. استنونا بعد الفاصل ان شاء الله نكمل بقية حلقتنا. النهارده هنعمل مهرجان كرومب. تعالوا نشوف محتاجين ايه للمحشي الكرومب ونشتغل فيه واحده واحده. كرومب مسلوق، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه فيه كل حاجه لحد ما نوصله ان هو يبقى مسلوق. خلطه المحشي محتاجه عندي رز، بصل مفروم، شبت مفروم، بقدونس مفرومه، كزبره مفرومه،
وعصير طماطم وصلصه طماطم وزيت وملح وفلفل وجوز الطيب ومكعب مرق وشويه بصل بودره على شويه توم بودره على شويه بابريكا على شويه شطه. ابهر كده الخلطه عندي على شويه بهارات مشكله او كبابه صيني او بهارات محشي اللي موجوده عندكم. تاني هقول المقادير. محتاجين كرنب مسلوق وهقول لكم هنعمله ازاي لحد ما نوصله يبقى مسلوق. خلطه المحشي رز وبصل مفروم وشبت مفروم وبقدونس مفرومه وكزبره مفرومه برضو عصير طماطم وصلصه طماطم وزيت وملح وفلفل وجوز الطيب ومكعب مرق وبصل وثوم بودره وبابريكا وشطه وبهارات. تمام؟ عندي حله كده ايه على النار فيها ميه بتغلي. النهارده هقول لكم بصوا انا جايبه كذا كرنب عشان هقول لكم على كذا طريقه تسلقوا بيها وانتوا ليكوا حريه الاختيار تعملوا اي طريقه انتوا حابينها. تمام؟ اول طريقه يعني من الطرق السهله جدا اللي ما بيعرفش اي بي سي مطبخ هيدخل يعملها، والثانيه برضو هقولها لكم بطريقه سهله بس انا يعني ايه يعني هوريكم كل حاجه تعملوها ازاي. اهم حاجه انا دايما لما بجيب الكرنب بحب اجيبه البيضاوي شويه ده ويبقى في نفس الوقت ولا مكبوس قوي ولا فاضي يعني معقول. تمام؟ بالشكل ده. طبعا الكرنب اليومين دول هو الكرنب يعني احسن كرنب موجود اليومين دول. الكرنب الصيفي طبعا بيبقى ورقته تخينه ما بتبقاش قد كده خالص في الحشو، فده بيبقى افضل كرنب الكرنب اللي موجود اليومين دول. خلاص كده هقوم جايبه ايه بقى، جمدي قلبك كده وهاتي كرنبايه واعمليها بنفس الشكل ده. هنبدا نقطعها على اربعه، هنقطع الكرنبايه على اربعه اهو. تمام؟ دي طريقه للسلق هقول لكم كذا طريقه. خلاص دي كده قسمناها على اتنين، هقسم تاني وحاولي وانتي تقسمي قسمي من عند العرق اهو، يعني خدي العرق عشان يبقى في الطرف. خلاص اهو هاخد العرق ده اللي جوه ده. تمام كده وسع كده الدنيا اهو. يبقى احنا كده قسمناها على اربعه، هفكها كده من بعض لحد تحت اهو، افك كده اهو. خمس دقايق هتبقوا عاملين الكرنب كلها ومقطعينها وزي الفل. خلاص اهو الكرنب عندي اهو بقى متقطع على اربع اجزاء. تمام كده؟ طيب هاخد القلب اللي هو اكيد انا مش هحشي القلب ده، خلاص ده مش بيتحشي اهو، شايفينه القلب ده؟ خلاص انا كده كده مش بيستخدم طبعا في الحشو. هطلعه كده وهقول لكم هنعمل بيه ايه، هنخلله هنعمل بيه كذا حاجه اهو. انا كده تمام طلعت الجزء اللي في القلب اللي انا مش بعمل بيه حاجه، وهبدا بقى ايه معايا الربع اهو بورقه بكل تفاصيله اهو. تمام؟ وهبدا احطه زي ما هو كده كل ربع في الحله بتاعه الميه اهو، هسلقه. بياخد قد ايه هوريكم الشكل هتعرفوا هياخد قد ايه، يعني حوالي دقيقتين ثلاثه كل ربع مش اكتر من كده. تمام؟ يبقى ميه مغليه من غير اي حاجه خالص، ولا كمون ولا ملح ولا اي حاجه، ميه مغليه كده. وهبدا ان انا ايه اسلق الربع. طبعا لو الحله كبيره كمان هتنزل كلها من فوق، لو مش كبيره هبدا بقى ايه اسلق الجزء ده وبعدين ايه احركها كده. الفكره ان انا هسلق الاربع كل ربع لوحده لحد ما يبقى عندي بالشكل ده اهو. يبقى جبنا الكرنب قسمناها على اربعه، كل ربع لوحده هعمله هسلقه حوالي دقيقتين ثلاثه. تمام كده؟ مفيش اسهل من كده. هجيب الكرنب على اربعه واشيل القلب بتاعها ده، هشيله بقى للمخلل الكلام ده، هعمله كذا حاجه ممكن اقول لكم دلوقتي على افكار نعمل بيها القلب ده وما نرموهوش. احلى مخلل ممكن نعمله مخلل الكرنب. تمام؟ هسلق كده الربع بتاعي وهوريكم بعد ما سلقت طبعا عشان ما ناخدش وقت اهو. سلقت الاربع تربع بتوع الكرنب بالشكل ده. مميز صباح الفل. صباح الفل عليك يا شفاسمين. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله كله بخير. كويسه؟ كله زي الفل والله الحمد لله. منوره والله الله يخليك. تسلمي يا حبيبتي. والله العظيم منوره. تسلمي تسلمي لي.
تسلم ايدك على اللي بتعمليه. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليكي. ايه حلاوه المحشي دي؟ لا ما هو بصي الشتا محشي كرومب، مش يعني ما تقوليش بقى ولا دفايه ولا تلبسي تقيل ولا الكلام ده كله. أيوة. هو الشتا محشي كرومب. تسلم ايدك. معروفه. انا بتفرج اهو عشان اشوف الطريقه بتاعت حضرتك. ماشي، هنعمله بكذا طريقه كمان، اتفرجي علينا هنعمله بكذا طريقه ان شاء الله. بس معلش شوف اسماء، بس عايزه منك طريقه تفريز البطاطس. حاضر عينيا. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. مع السلامه حبيبتي. هجيب حاجة كده أقطع عليها واحدة واحدة اهو عشان ما تتوهوش معايا. كرومبة قطعناها على أربعة وكل ربع بنسلقه في المية المغلية. تمام أهو شايفين الورقة أهو بيتسلق معايا بالشكل ده، شايفينها أهي. خلاص كل ده بيتسلق معايا، كل ربع هسيبه حوالي مثلا دقيقتين. تمام كده أهو، بعد ما اتسلق هيبقى عندي بالشكل ده أهو. هقوم حطاه على طبق او على بلانشة او اي حاجة، وهبدأ ان انا اعمل ايه بقى. بصوا بالعرق بتاعه بكل حاجة، هبدأ ان انا اساوي الورق. هساوي الورق فوق بعض، خلي بالكم ما تهروش السلق قوي عشان يعني ما تخلوش يتسلق وقت كبير، لان هو بيكمل سلق بعد ما يطلع بيفضل محتفظ بالسخونية. اهو هجيب كده الورق وهبقى هساوي الورق كده فوق بعض بالشكل ده. تمام اهو بصوا كل ده ورق اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، طريقة بجد في منتهى الجمال وسهلة جدا، شايفين اهي فيهاش ولا عروق ولا فيها اي حاجة. هبدا كده اساوي الورق، الجزء ده احطه كده هنا مع ده، وابدا اجيب سكينه. بصوا بقى هقطع تقطيعه كده واقطع تقطيعه كده واحده كده. تمام كده خلاص، هبدا اشوف حجم ده هينفع لي 3 ولا 2 على حسب الحجم. انا هنا هعمله 2. بصوا لو في حته كده هجيبها على جنب كده اهو بالشكل ده. ده كده الربع بتاعي اهو. بصوا الربع اتقطع بمنتهى السهوله، شايفين اهو، شايفين الكرنب اتقطع معايا بالشكل ده. كل ده ورق اهو، هبدا احشي الكرنب بتاعي اهو. تمام خلاص، شفتوا دي اول ربع. ماشي. ام سوسو صباح الفل، ناخد تاني ربع نعمله بنفس الطريقه. ام سوسو والنبي وطوا التلفزيون عشان تسمعوني كويس، عشان ما يعني ما نبقاش. ممكن توطي التلفزيون؟ وطى مع حضرتك. طيب شكرا، اتفضلي حبيبتي. ازيك يا شيف عامله؟ الحمد لله والله كله زي الفل. والله انت اكلك تمام وتسلم ايدك والله. الله يخليكي. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلميني. شكرا، اتفضلي حبيبي. عندك اي سؤال؟ طيب حاولي تكلمينا تاني. بصوا اهو كده برضو نفس الموضوع، بروق كده الورق بحطه فوق بعض اهو عشان ما يبقاش في حاجة مكلكعة. ممكن اشيل ده. ايوه اشيل ده كده اهو. تمام بصوا اهو اروق كده الورق بتاعي فوق بعض خلاص. برضو العروق دي مش هرميها، هدخلها برضو مع المخلل. تمام طيب. احنا كده تاني ربع برضو نفس القصة اهو، واحد اتنين تلاتة، وده برضو العرق ده هخلله. بصوا دي ممكن تتعمل على تلاتة اكبر شوية، فهعملها على تلاتة. شايفين اهي، بصوا في ثانية بتقطعوا الربع كامل. هقطعه بس كده كويس عشان ايه مقطعش مننا. شهد صباح الفل، ازيك يا شهد؟ الحمد
ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله بخير، كله زي الفل. انا بحبك قوي والله. الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا. الله يخليكي يا حبيبتي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه. صوتك زغنطت خالص. حبيبتي الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير، سنه جديده جميله عليكي كده حبيبتي، يا رب انت وكل حبايبك. الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. عندك اي سؤال يا حبيبتي؟ لا شكرا. صباحك جميل، صباحك زي الفل. شكرا يا شهد. بصوا شيل بس، نقطع كده الاخر اهو. بصوا اهو كرومبايه اهي، سلقت كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي، شايفين الورق؟ تمام اهو، بصوا ده احنا كده لسه ربعين، لسه ما خلصناش الكرومبايه. هنبدا نفس الموضوع لحد ما اخلص الكرومبايه كلها، هعمل الربع ده والربع التاني حتى هعمله في الفاصل عشان ايه ما نضيعش وقت، عشان عايزه اوريكم طرق تانيه برضو للسلق، نبقى شفنا كذا حاجه. دي كده طريقه يعني مفيش اسهل من كده، جبنا الكرومبايه قطعناه على اربعه وكل ربع سلقناه وبعد كده طلعناه بالشكل ده، سيبناه يهدى. خلي بالكوا من السلق، ما تهروش زياده على اللزوم لان هو بيكمل سلق بعد ما بيطلع خلاص. وبعد كده بتقوموا مروقين الورق بالشكل ده كده فوق بعض، فاردينه عشان لما تيجوا يبقى الورق مفرود. هي دي مش محتاجة خالص حد يعني يكون بيعمل محشي من زمان ولا أي حاجة، موضوع بسيط وسهل. جمدوا قلبكم كده وهاتوا الكرنباية وإيه وامشوا ورايا، مش هتندموا. شروق صباح الفل. صباح النور. ازيك يا شروق، عاملة إيه حبيبتي؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام دايما يا رب، دايما يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي قرنبيط وعايزه اسلقه احطه في الفريزر، اعمله ازاي؟ حاضر هقول لك. عينيا. حاضر يا حبيبتي، شكرا، صباحك زي الفل. بصوا ممكن طريقه تانية تعملوها، بصوا تقوموا شايلين ده كده خلاص، اللي هو الجزء اللي هو ده، طبعا كده كده الاجزاء دي مش هتحشي، ممكن ندخلها مع المخلل، نقشرها وندخلها مع المخلل ونبدا نقطع كده، فعندكم براحتكم خالص. انا بقى بتحكم، دي مثلا ثلاثة، دي تنفع على اتنين، فخدوا بالكم بقى من الحجم بتاع المربعات اهو. دي مثلا بصوا عريضة شوية تبقى ثلاثة اهو، دي مثلا هاخدها على اتنين وهكذا اهو كده، هقطع دول كده اهو، سلكهم بس من بعض عشان الورق عندي ما يتقطعش، اعمله احسن بالسكينه عشان ما يتقطعش معايا ويتهري اهو. احنا خلاص ده اخر ربع هنعمله عشان اوريهم طرق تانية. ما هي الفكره على فكره في التقطيع والله، يعني الفكره اصلا الناس كتير ما بتعرفش تعمل المحشي كرنب عشان تقطيعه. يعني ده موضوع السلق ده يعني فعلا ناس كتير جدا ما بتعرفوش. تمام طيب احنا كده بصوا عملنا تلات ارباع الكرومبايه، فاضل لنا ربع هعملها انا في الفاصل عشان ما اضيعش وقتكم خلاص. طيب هنيجي هطلع الربع ده كده عشان عايزه النار، هوريكم طريقه تانية. طبعا احنا المفروض نلفها، انا وريتكم بس الفكره دي، المفروض تتلف عشان تكمل سلق خلاص. وفي الفاصل انا هكمل الربع ده عشان نبقى ايه قطعنا الكرومبايه كلها اهو على الهوا، يعني عملنا كل حاجه مع بعض في نفس التوقيت ده خلاص. طيب تعالوا بقى ايه، هنطلع فاصل، في الفاصل انا هقطع الربع ده ومش هعمل اي حاجه غير ان انا هشيل يعني كل، هنضف بس الدنيا هنا وهعمل الخلطه بتاعت المحشي بتاعتي مع بعض. هعمل ايه؟ هحط الرز على الشبت، على البقدونس، على البصل، على الكلام ده كله. ممكن نقلبه كده مع بعض قبل ما نطلع فاصل اهو. بصوا ممكن احط الرز، احط عليهم الخضره المشكله، شبت، بقدونس، كزبره،
تمام. انا بعملها ني في ني، طبعا لو في ناس عايزه تسبك تقدر تعمل كده، انا عن نفسي بعملها دايما ني في ني. البصل، الصلصه بس بحبها تبقى محمره كده، فيعني ايه هشوف كده لو محتاجه ازود صلصه هعمل كده. تمام، وابدا بقى احط البهارات بتاعتي كلها كده، البصل والثوم البودره، شويه شطه، شويه بهار مشكل، رشه جوزه الطيب، شويه بابريكا اهو كده، واحط عليها عصير الطماطم كله كده فوق بعض اهو، شيل بقى ده كده مع الزيت، طبعا الزيت ضروري هنا عشان يفلفل لنا الرز اهو، شويه الزيت بدوب برده مكعب مرق كده وبحطه جوه الخلطه، او لو عندي مرقه بودره، وبملح بقى بالشكل ده، فلفل اسود بحب طبعا فلفل اسود كتير قوي في الخلطه يعني يبقى شويه حلوين كده. وكده عندي خلطه المحشي. هنعمل ايه في الفاصل؟ هستناكم بعد ما ترجعوا لي من الفاصل، هقلب بس كده خلطه المحشي مع بعض، وهقطع الربع اللي فاضل عشان نعمل طريقه تانية لسلق الكرنب وتقطيعه. استنونا بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع بعض. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بصوا قطعنا الكرومبه كلها اهي قدامكم، شايفين كرومبايه كلها اتقطعت في 10 دقايق اهي، ما خدتش وقت خالص اهو، كل الورق بتاع الكرومب. ابدا بقى ان انا خلاص عملت الخلطه، ابدا بقى احشي المحشي بتاعي على طول. شايفين اهو، بصوا كل الورق اللي عندي مقاس واحد وزي الفل، وهحشي على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بوريكو بس مالك يا اسف ايه اهو. برويتا كده عشان تشوفوا الكرومب كده كويس. لا 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 ما بحبش الكرومب انت، لا كده ده كده مش اخلاق ناس بتحب محشي الكرومب. لا لا لازم يعني محشي الكرومب لازم تديله وضعه، معش يعني ايه تعامله كده اي كلام. دلوقتي بقى ايه هوريكو سريعا، مش هكمل طبعا الطريقه الثانيه والثالثه كلها، بس هوريها لكم هي عباره عن ايه، عشان برضو لازم تبقوا عارفين الثلاثه تقدروا اللي انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. لو انا مش عايزه اعمل الطريقه دي هجيب كرنبايه ثانيه كده بالشكل ده. انا النهارده بيبقى الغرض بتاعي الاساسي هو مش حشو المحشي، لا هو ان انا اقول لكم بنقطعه او بنجهز المحشي ازاي. خلاص بصوا بقى الجزء اللي هو ماسك الورق ده كله هبدا ان انا اهو افكه كده حاضر اهو، هبدا كده ايه افكه بالشكل ده اهو، عايزه اقطع بقى ايه الجزء ده كده عشان ده اللي شايل عندي الورق كله. خلاص وابدا ان انا بصوا افك الورق من الجزء اللي شايله ده، ورقيه ورقيه كده. في ناس بتحط الكرومبه كلها بس دي محتاجه طبعا حله كبيره. خلاص ورقه ورقه بالشكل ده هقوم منزلاها في الميه اللي بتغلي. خلاص اهو بصوا هقعد افك الورق كله بالشكل ده اهو. مدام زينب صباح الفل، بصي يا مدام زينب هنفك الورق ده كده كله من بعض. مدام زينب اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله والله. اتفضلي يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل طول ما انتوا تمام وبتكلمونا كده ومنورينا. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. انا عايزه اسالك حضرتك طريقه الكيكه الاسفنجية. حاضر، احنا هنعمل اليوم الاربع والخميس هنعمل الكيك الاسفنجي، وهنعمل تزيين وهنعمل تورته وهنعمل كل حاجه. فتابعينا بقى في حلقات الاربع والخميس هنعمل حاجات حلوه جدا عشان احتفالات راس السنه ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. منورانا والله. الله يخليكي. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. تسلمي. الله يخليكي يا حبيبتي. شكرا. بصوا اهو
هحط ورقه كده فوق بعض. وطبعا الموضوع ده كل ورقه والثانيه ما بتاخدش يعني ثلاث دقيقه او ثلاث ثواني كده، وهتلاقوها طريت وبعدين دقيقه وهنطلعها اهو. خلاص بطلع كل، بخلص الكرومبه بالشكل ده ورقه ورقه. خلاص برضو طريقه سهله وبسيطه هقول لكم فيها تقدروا تعملوا كده او كده. شهندة صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا شيخ؟ كله زي الفل والله يا شهندة، كله جميل يا حبيبتي. الله يدور على التعبير. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. الله يخليكي، اخبارك ايه؟ كله جميل والله، كله زي الفل. شكرا قوي على انت بتعمليه ده والله، الله يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. الله ينور عليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، احنا يهمنا تبقوا عارفين الموضوع كله، والناس اللي لسه بتتعلم تبقى عارفه تعمل كل حاجه بتفاصيلها ازاي. لا بنتعلم والله منكم حبيبتي. اهم حاجه، اهم حاجه حبيبتي، ده غرضنا. الله يخليكي، تسلمي. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. بصوا هجيب بقى ماسك كده. احنا فهمنا الفكره ان انا بشيل الجزء اللي ماسك الكرومبايه من النص، وبقوم مفرغه الورق مسلكاه كده من بعضه عشان اسلقه ورقه ورقه. طبعا مش هسلق ورقه ورقه، بس قصدي يعني هحط الورق فوق بعضه كده ايه وهو متقسم ورقه ورقه. هاخد بقى اللي تحت ده. تمام، خلي بالكم هو هيتسلق اكتر من كده لما يطلع ويهدى شويه، فانا يعني هسيبه دقيقه اهو بالشكل ده كده يطرى شويه معايا، مش بياخد وقت خالص. هجيب بس طبق كده اوريكم هنعمل فيه ايه. بصوا ده الورق اللي احنا فرغناه، برضو هحطه يتسلق. يبقى دي طريقه للسلق. احنا بنعمل دلوقتي طريقتين، هوريكم طريقتين مع بعض، الاتنين اسهل من بعض. هجيب برضو بلانشه كده، وبعد ما اسلق الورق كله هقوم مطلعاه في مصفى او مطلعاه لاي حاجه اخليه يهدى شويه بالشكل ده. خلاص، وبصوا بقى الطريقه الثانيه ان انا يعني الورق اللي عندي بصوا بيبقى فيه عرق هنا في النص اهو، دي الورقه بيبقى فيها عرق كده في النص، هقسمها على يعني هخليها اتنين، هطبقها على اتنين بالشكل ده. تمام اهو، واحطها كده، والورقه الثانيه اللي هطلعها برضو نفس القصه واحطها فوقيها. هاخد الورقه اللي تحت عشان هتلاقيها اتسلقت عن اللي فوق اهو. بصوا العرق اللي في النص ده اهو، هقسم هطبقها كده على اتنين بالشكل ده واحطها فوقيها. لسه خلي بالكوا سخنه، لما كمان بتهدى شويه يعني بتقوم متظبطه اكتر كمان عن كده. خلاص بصوا العروق كلها اهي فوق بعض. تمام كده، دي طريقه ثانيه، العروق كلها فوق بعض. بقوم جايبه السكينه، بجيب بقى كل الورق بتاعي برصه كده فوق بعض او بقسمه على اتنين. خلاص، وبقوم شايله العرق ده، شايفين اهو، بحط الورق بتاع المحشي كله عندي بعد ما اسلقه، وبقوم شايله العروق دي اهي. هيبقى عندي بعد ما اخلص يعني بعد ما اعمل الورق كله فوق بعض واشيل العروق مره واحده، هيبقى عندي الجزء ده. بصوا عامل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كله ورق ما فيهوش اي حاجه تانية غير ورق. خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بصوا كل ورق. خلاص انا شلت العروق، ده عباره عن ورق بس. هقوم جايبه كده ومقطعه كده اهو، شايفين أهو. انا قطعت كده بالشكل ده اهو. انا عامله طبعا على ورقتين، انتوا هتعملوا على المحشي كله، على الكرنب كله اهو. بقى عندي نفس الموضوع اهو، الورق من غير اي عروق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، شايفين. هنخلص طبعا الكرنبايه كلها بالشكل ده. انا عملتها لكم في ورقتين، لكن هي في الطبيعي انتوا مش هتعملوا بالورقتين، هتخلصوا الكرنبايه كلها وبعدين تحطوهم كلهم فوق بعض مقسومين على اتنين كده او مضمومين على اتنين وتشتغل. طب طريقه ثالثه، هاخد الورقة واشيل العرق بتاعها ده
خلاص العرق ده طبعا ما بقاش عايزاه خالص، مش بيستخدمه خالص، وبقوم فرده دي اهو، بصوا بفردها كده، خليكم معايا على الكاميرا كده عشان ايه تبقوا شايفين الطريقه اهو، بفردها كده وبقوم لفاها رول. دي طريقه ثالثه، تمام، بلف الكرنب عندي رول اهو بالشكل ده، تمام خلاص، وبقوم عامله ايه مقطعه كده. بصوا ده حجم الكرنب اللي انا عايزاه اهو، تمام. فبصوا بقى هيبقى عندي رول، شايفين بقسم كله بالشكل ده، هيبقى عند بصوا عندي رول عامل ازاي اهو. هبدا بقى بعمل ايه، ابدا احشي واقطع، احشي واقطع. اوريكم مثلا اهو مثال الخلطه بتاعت المحشي عندي هنا، احط شويه خلطه كده اهو، واقوم ايه اقطع بالسكين، او لو حابين تقطعوه في الاول اهو، تمام شايفين اهي. انتوا بتروحوا مني فين؟ تمام، بصوا ده كده اللي احنا سلقينه رول. يبقى عندنا اختيارات، تعملوا اللي انتوا عايزينه، او هقطعها كده بالشكل ده واخليها اهو، احشي كده وابدا بقى ايه اهو. بصوا كلهم بيبقوا مقاس واحد وفي منتهى الجمال. خلاص ده كده احنا عملنا ثلاث طرق للتقطيع، طريقه طريقه طريقه، مفيش اسهل من كده. دي اول طريقه، دي تاني طريقه اللي احنا نطبق الورق كله ونشيل العروق، ودي تالت طريقه. خلاص كده هعمل بقى الحله بتاعتي، خلاص دي مرحله بقى كوبايه الشاي والمسلسل او اي برنامج بتفرج عليه، وهقعد بقى ايه اجيب بقى الخلطه اللي انا عملتها والكرنب اللي انا سلقته وصينيه كده كبيره والحله بتاعتي اللي حاطه فيها شويه جزر وبصل ومروقاها كده من تحت، وبعد كده هقوم حاشيه المحشي بتاعي. بصوا بقى الجمال، حله المحشي بتاعتنا. هنبدا طبعا نرص بقى عادي في المحشي اللي احنا حاشينه. اوريكم واحده كمان، نلف واحده كمان اهي بالشكل ده كده اهو. بصوا كله عندي، بصوا طالع مقاس واحد ازاي، من فوق كمان هيبان معاكم اكتر. خلاص ده كده عملنا ثلاث طرق تقدروا ان انتوا تعملوا بيها المحشي، تفرزوه بنفس الطريقه دي، بس خلي بالكم لو هتفرزوه يعني خدوا بالكم ان انتوا ما تبقوش سالقين الكرنب زياده على اللزوم. شايفين الكرنب كله مقاس واحد ازاي في الحشو اهو. تعالوا بقى ايه هننضف كده الدنيا، معانا وقت قد ايه ياسر؟ ياسر اوكي، تعالوا بقى ايه نستغل الشويه بتاعه العروق اللي احنا طلعناها، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. هنعمل مخلل كرنب بشويه الكرنب اللي طلعوا من عندي من الكرنب عشان ما نرميش حاجه. خلاص اهو هنشيل بقى الكلام ده كده كله. بسمله صباح الفل، حاولي تكلمينا تاني يا بسمله. تمام تعالوا بقى ايه نشوف هنخلل الكرنب ازاي. طريقه سهله وبسيطه، محتاجين نخلل الكرنب كرنب مسلوق، تمام، او يعني هنعمله مسلوق زي اللي احنا طلعناه من القربعة المسلوقه، او ني مفيش مشكله، الاثنين هيمشوا زي ما انتوا حابين. عندي كوبايه ميه، 2 معلقه من الملح، معلقه كبيره من هريسه الشطه، او ممكن احط نص بنجرايه او ربع بنجرايه، دي او دي، وفلفل حار وفلفل رومي وكمون وربع كوبايه من الخل. هقول تاني المقادير، عندي مخلل الكرنب كرنب مسلوق، وعندي كوبايه من الميه، وعندي كمان 2 معلقه من الملح، ومعلقه كبيره هريسه شطه، او زي ما اتفقنا لو عايزين نعمل لون ممكن ربع بنجرايه، دي او دي، فلفل حار وفلفل رومي وكمون وربع كوبايه من الخل. تمام هجيب كده الملح،
هبدا بقى ايه احط كده كل الحاجات دي مع بعض. هحط الكمون والخل ومعلقتين الملح. اوكي، وهبدا اجيب بقى كوبايه ميه اهو بالشكل ده كده، وزي ما اتفقنا يا هريسه الشطه يا بنجر، ده او ده اهو. انا هحط هريسه شطه، ممكن ما احطش البنجر خالص كمان، ده او ده، الاثنين زي ما انتوا حابين. في ناس ما بتبقاش عايزه حاجه سبايسي، بس بنبقى نفس الوقت عايزين لون كده مدي الكرنب فيه لون كده حلو، فهنحط بنجر خلاص او الهريسه. هجيب برطمان كده بالشكل ده وابدا ارص الكرنب بتاعي. بصوا العروق اللي انا طلعتها بالشكل ده، هقشرها كده زي ما انتوا شايفين، وهقوم حطاها زي ما هي او هقطعها شويه كمان زي ما انتوا حابين يعني. بصوا العروق اللي طلعت معايا بالشكل ده، العروق اللي انا مش هستخدمها في الحشو كده. احط قرن فلفل كده حلو، قرن فلفل كده هنا حلو، وبرضو هقطع الفلفل ده كده. اهو اي تقطيعه يعني، مش حاجه معينه اهو. هقطعه على اربعه وبالشكل ده كده اهو. تمام، زي ما قلت لكم البنجر او هريسه الشطه، انا بحب كده ايه الكرنب يبقى عندي ملون كده. خلصنا وخلاص الخلطه اللي احنا حطيناها اللي فيها الميه والكمون والملح والخل وهريسه الشطه، وهكمل الباقي ميه، وتكون الميه غلياها في الاول، وبعد ما اغليها هقوم سايباها تبرد. تمام كده، هبدا بقى ايه اقفل كده البرطمان وابدا ان انا ايه سوري اهو بالشكل ده خلاص. يبقى انا خللت شويه الكرنب اللي انا بدل ما ارميهم انا خللتهم عشان استخدمه. نورهان صباح الفل، اهو الطرق بتاعه الكرنب، السلق بتاع الكرنب، الطريقه الاولانيه، الطريقه الثانيه. تمام اهو بالشكل ده، ودي تالت طريقه هحطهم مع بعض. نورهان صباح الفل. صباح النور، ازيك يا نورهان؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، كله زي الفل الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه طريقه القرنبيط، عندي ده قرنبيط وعايزه اسلقه واحطه في الفريز. حاضر، بصي القرنبيط هتقطعيه عشان ده سالنا برضو السؤال ده من شويه. القرنبيط هتجيبي الزهره بتاعت القرنبيط، وبعد كده تقطعيها على حسب احجام القرنبيط اللي انت عايزاه، وبعد كده هتجيبي ميه مغليه فيها معلقه سكر، وهتقومي من نازله بالقرنبيط، بس ما تسلقهوش ما تهروش قوي، عشان الفريزر يعني التفريز ده بيخلي بيسلق الحاجه اكتر، بيهري الحاجه، فيا دوب تنزليه في الميه اللي فيها معلقه سكر، وبعد كده تصفيها، وبعد كده تسيبيه يهدى خالص ويبرد، وتحطيه في اكياس في الفريزر. ماشي. تمام؟ ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. حبيبتي شكرا. احنا كده عملنا المخلل، وعملنا التقطيعات بتاعت المحشي، عمل الكرنب، عملنا ثلاث تقطيعات، فاضل بقى ايه؟ فاضل نقلب الحله الجميله دي. حاضر، نخلص بس ده وندخل على ده. الايه؟ ماشي تمام، نخلص ده بقى. بسم الله. بصوا بقى، بصوا بقى. شايفين بقى الجمال؟ ايوه هو ده. اي ماشي، هناخد بقى شويه البصل دول برضو ايه نحطهم. ولا تقول لي بقى ايه اي حاجه تانية جنب الطبق ده، هنخسر بعض بعد الحلقه على الطبق ده. نحط بقى شويه البصل الحلوين دول اللي ايه متغرقين في شويه السمنه دول، بصوا حلوين كده وتحروقوا كمان وجمال كده. نزين كده شويه الطماطم وشويه الجزر الجمال اهو.
بصوا انا في اخر بعد ما بخلص الحشوه بتاعتي بلاقي شويه سوائل كده نازله من الصلصه والمرقه اللي انا حطيتها، شويه المرقه اللي انا حطيتها والكلام ده كله، بكمل عليها مرقه وبزودها كده شويه ميه وببدا ان انا اعملها في التسويه بتاعت المحشي الكرنب اهو. تمام. احيانا يعني بعمل حاجه كده مع المحشي بعد ما بخلصه، بقوم عامله له شويه طشه توم كده بطماطم مبشوره لو انتوا حابينها، بنص مكعب مرق كده وبحطها فوق الوش لو انتوا حابين تعملوا ده. يعني ده بقى يعني ايه لو حابين تدلعوا الكرنب اللي عندكم قوي. ده كده كانت حلقتنا النهارده. النهارده كان غرضي الاساسي ان انا اسهل عليكم الموضوع واقول لكم ازاي لو عندكم كرومبه تعملوها بمنتهى السهوله. عملناها بثلاث طرق، تقدروا تختاروا اي طريقه منهم وتعملوها بطريقه سهله. بصوا اللي احنا عملنا فيه الثلاث طرق في منتهى البساطه والسهوله. اخذت كرومبايه عملناها في ربع ساعه، تمام. والطريقه الثانيه والثالثه وريتها لكم برده بمنتهى السهوله، طلعت لكم محشي كله حجم واحد بالشكل ده، شايفين؟ بصوا صوابع المحشي نفس الحجم ازاي اهي، تمام. وتقدروا ان انتوا بقى بعد كده بعد ما تسلقوا خلاص، ظبطتوا السلق وظبطتوا الحشو وظبطتوا الكلام ده كله، تقعدوا بقى كده تتفرجوا على اي حاجه. مش لازم يعني نقف عشان ما نحسش الموضوع فيه مجهود كبير. يعني ناس كتير تقعد تقول انا لسه هعمل الموضوع ده كله. انا دايما بجهز، وبعد ما بجهز بالليل كده في الروقان، يعني دايما انا بعمل المحشي بالليل عشان الصبح اسويه، اقوم عاملاه بالليل كده في الروقان بعد ما العيال تنام، اتفرج على حاجه، اشغل حاجه على الموبايل او على التلفزيون او اتفرج على اي حاجه وانا بشرب كده اي حاجه بحبها، وابدا ان انا اجيب الحله بتاعتي اظبطها، احط فيها فرشه شويه بصل وجزر وطماطم مع معلقه سمنه، وعندي الكرنب اللي انا سلقته وبرده الحشو، وببدا ان انا احشي واعمل احلى حله كرنب. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله من طبق طبق.